تثمينا لجهود معهد الإدارة العامة بيبا في العمل وفقا للرؤية الشاملة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فاز معهد الإدارة العامة بيبا بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بعد منافسة تضمنت 125 دولة و 3557 مشاركة محلية وإقليمية ودولية. هذا الفوز الدولي الذي ما كان ليتحقق لولا البصمات المحلية الوطنية لكوادر أسرة المعهد نحو مواصلة التقدم على المسار الاستراتيجي للعمل الحكومي بما يحقق الاستدامة الشاملة لمملكة البحرين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا. بداية دكتور رائد، نبارك لكم هذا الفوز بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب، وحبذا لو تطلع المشاهدين الكرام بالحديث عن تمكن المعهد من تحقيق هذا الإنجاز الدولي المشرف والفوز بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. تسلم أخوي، الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. بالفعل فرحتنا غامرة وعامرة للفوز بهذه الجائزة اللي أتت حقيقة انطلاقا من الرؤية الشاملة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الملك البلاد المفدى. اشتغلنا من البداية لتحقيق الأثر. كيف ممكن نصنع من شبابنا طاقات بإمكانها أن هي تكون لها التطوير الحقيقي، ليس فقط على المستوى المؤسسي أو المستوى الوطني، وإنما حتى على المستوى الدولي. وبالفعل تم بناء هذا البرنامج، برنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، واللي تم إقراره من مجلس الوزراء ويشمل كذلك الترقي الوظيفي. تم بناء حقيقة بشباب بحرينيين بخبراتهم وعلى أساس حاجاتنا والأشياء الموجودة عندنا والتغييرات اللي إحنا نحتاجها. فركزنا على القيادات الشابة لأن هي اللي نعول عليها في المستقبل، هي حقيقة بكل معنى الكلمة عمادنا. نعم. لتطوير وبناء الوطن في ظل التوجيهات للقيادة. التزامنا هذه في ظل الرؤية الشاملة كذلك يصب بشكل مباشر في الأجندة الدولية والتزام مملكة البحرين في تنفيذ الأجندة الدولية لأهداف التنمية المستدامة 2030. نعم دكتور رائد، معهد الإدارة العامة بيبا تمكن من الفوز بهذه الجائزة وتحقيق هذا الإنجاز المشرف عن فئة تمكين الشباب من خلال البرنامج الوطني لتطوير القيادات، لو تطلعنا بشكل مفصل أكثر عن هذا الجانب. البرنامج يشمل عدة مستويات، هم تقريبا 7 مستويات، بدينا الآن في 5 منهم. كل مستوى من المستويات يتم تدريب الشباب وبناء قدراتهم وفق منهجيات علمية وإشراكهم في بناء الشأن الوطني، كون أن الواحد ليس فقط يأخذ المعلومة وإنما يأخذ المعلومة ويشوف كيف ممكن يوظفها التوظيف الحقيقي لتطوير عملي مباشر يخدم فيه المواطن، مبني وارتباط مباشر بأهداف التنمية المستدامة اللي كلنا ملتزمين فيها، ليس فقط البحرين وإنما العالم أجمع، لحماية هذه الأرض اللي احنا عايشين فيها. فأصبح كل واحد منهم أصبح ليس فقط متلقي إنما أصبح أداة بناء على المستوى الوطني. مشاريعهم اللي يؤدونها في نهاية كل برنامج تصب بشكل مباشر في هذه التحقيق لهذه الأهداف. نعم دكتور، بعد تحقيق هذا الفوز ما هو طموحكم والخطوة التالية؟ فالوصول إلى القمة ليس الهدف ولكن البقاء. نعم. ومواصلة تحقيق هذا النجاح. الشباب البحريني ربنا لك الحمد اليوم وصل إلى أن يكون مثالا لشباب العالم، ليس فقط في هذا المشروع إنما مشاريع كثيرة كلنا نفتخر فيها، وأصبحت البحرين محط أنظار حكومات العالم. في مجموعة من الدول طلبوا منا أن نستعرض معاهم تجربة البحرين الناجحة في هذا المجال. الدور الحقيقي اليوم ليس فقط على المعهد وإنما على كل
مواطن، على كل شاب خصوصا، في أخذ هذه المعلومات والتدريب وبناء القدرات اللي قدرنا ان احنا نوصل لهم، وكيف انه ممكن جميعنا نشتغل مع بعض عشان نحقق أهداف التنمية المستدامة، عشان نحقق التجديد والتطوير، عشان نحقق الأمن والرخاء لمملكتنا ولسائر العالم. نعم دكتور رائد محمد بن شمس، نبارك لكم تحقيق هذا الفوز المشرف. عزيزة. كنت معنا ضيفا كريما في مركز الأخبار وفي نشرة أخبار الثالثة، شكرا جزيلا. الله يحفظكم. شكرا جزيلا.